موجز اقتصادي من الرافدين، أهلا بكم. طالبت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع العراقي الأكثر تضرراً من رفع سعر الدولار الذي أدى لزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية. وقال عضو المفوضية أنس أكرم محمد إن رفع سعر الدولار أدى لزيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 14%، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني الغذائي ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق. وشدد على ضرورة أن تتعامل الحكومة بجدية ومهنية مع تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي أشر خلل الإجراءات الحكومية غير المدروسة وأثرها على السوق والمستوى المعيشي وأمن العراق الغذائي والإنساني. تصاعدت مطالب العراقيين لا سيما من أصحاب الدخول المحدودة بعودة نظام الحصة التموينية الشهرية الذي كان معمولا به قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وذلك بسبب الغلاء المتواصل نتيجة تصاعد أسعار المواد الغذائية إثر خفض الحكومة قيمة الدينار بشكل حاد مطلع الشهر الماضي. وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط، فقد تسببت جائحة فيروس كورونا والأزمة المالية التي تشهدها البلاد في دخول أكثر من 1.5 مليون تحت خط الفقر مع العدد السابق البالغ 10 ملايين مواطن. ووفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاماً يكفيهم، موضحاً أن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 14%. سجل نفط خام البصرة الخفيف انخفاضاً في سعره فيما ارتفع الخام الثقيل بعد إغلاقهما يوم الجمعة الماضية. وقالت مصادر صحفية إن نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا انخفض إلى 69.36 دولاراً للبرميل، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 65.88 دولاراً للبرميل. في الوقت الذي سجل سعر النفط العربي الخفيف في العديد من البلدان ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي. سجلت الليرة اللبنانية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، ووصل سعر صرف الدولار إلى نحو 11.5 ألف ليرة، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ بداية الأزمة المالية التي تشهدها البلاد. هذا وكانت السلطات اللبنانية طلبت من القضاء ملاحقة صرافين الذين يعملون في السوق الموازية والعمل على إغلاق المنصات الإلكترونية غير الرسمية التي تقوم بتحديد سعر صرف الدولار خلافاً للقوانين. رجحت شركة أبحاث السوق IDC نمواً لسوق الهواتف الذكية العالمي بنسبة 13.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021 و 5.5% للعام بأكمله. وقالت نبيلة بوبال مديرة الأبحاث في شركة أبحاث السوق أنه على الرغم من عمليات الإغلاق المستمرة والمخاوف الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، إلا أن الشركة ما تزال تشهد طلباً قوياً على الهواتف الذكية، متوقعة أن يشهد سوق الهواتف نمواً أكبر في الصين بنسبة 6% والولايات المتحدة بنسبة 3.5% في عام 2021، فيما شهد السوق أيضاً زيادة في المتوسط الإجمالي لسعر البيع للهواتف الذكية إلى 363 دولاراً في عام 2021. نهاية الموجز، إلى اللقاء.